هذه الأمسية الجميلة حلقة النقاش. يعني شعرنا أنه من المهم من الجيد أن نسمع البعض، نشوف وش التحديات اللي تواجهنا مع بعض، ونخطط ونحلم مع بعض وش اللي الخطوات اللي جاية لنا. فعالية مثل هذه أظن أنها يعني شيء أساسي للخليجيين كلهم، مش بس لنا إحنا كسعوديين. حقيقة يعني استفدنا كثير من هذه الأمسية، وكان يعني كلام عبد الله وبدر لامس بعض من قضايانا ومشاكلنا في صناعة الفيلم السعودي، وبعض الحلول أيضا في صناعة الأفلام. اليوم احنا في ندوة مع مخرجين سعوديين، بدر محمود وعبد الله العياف، زملاء واصدقاء عزيزين علي. طبعا التجربة السعودية في المنطقة وايد وايد مهمة. اول شيء عندهم الكثافة السكانية، وعندهم الثقافة اللي تقدر تطلع منها اعمال حلوة جدا جدا، فحلو استانسنا معاهم وسمعنا عن تجاربهم وافلامهم الجديدة.